مداخلة مهمة جدا مع عبد الرحمن أحمد ناجي، نجل الكابتن أحمد ناجي، واللي مر اليومين اللي فاتوا بوعكة صحية والنهارده كان عمل جراحة عاجلة. يا عبد الرحمن مساء الخير عليك. الخير عليك يا أمير، أخبارك إيه؟ طمني عليك. أخبارك إيه؟ تمام، كله تمام؟ كله بخير الحمد لله. طمنا وطمن كل جمهور الكرة المصرية على الكابتن الكبير كابتن أحمد ناجي، قول لنا الأمور إيه؟ إيه اللي حصل؟ هي الامور بسيطه جدا الحمد لله، هي بس شويه اجهاد بسيط بس احنا الحمد لله مطمن عليه. فقعد امبارح النهارده في المستشفى كنا بندرس شرح صوت تحريك اكثر لك من خلي الجراحه وحاله صحيه جيده جدا الحمد لله. الجراحه كانت عباره عن ايه يا عبد الرحمن؟ لا لا مفيش جراحه خالص، مفيش اي جراحه، مفيش جراحه حصلت يعني؟ لا 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 مفيش اي جراحه خالص، الموضوع بسيط جدا بس هو شويه صداع جهاد خفيف. حبينا نطمن عليه بس فقعدناه في المستشفى لحد ما نطمن عليه، لان كل الفحوصات اللازمه وكل التحاليل اللازمه، لكن مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي تدخل جراحي ولا في اي حاجه في حاجات خالص. حالته كويسه ومستقره والامور كويسه الحمد لله؟ لا الحمد لله مفيش اي حاجه خالص، الموضوع بسيط جدا يعني. خرج يعني من المستشفى؟ حبينا نطمن عليه. خرج من المستشفى. الو؟ ايوه يا عبد الرحمن سامعني؟ اه سامعك يا امير. خلاص هو غادر المستشفى صح؟ هو احنا هنغادر بكره الصبح عشان احنا كنا بنكمل في حاجات كانت بتعملها هو صايم النهارده، النتائج ما طلعتش، فاحنا مش عايزين نمشي بس غير واحنا مطمنين 100%، مفيش اي حاجه الحمد لله. الحمد لله دلوقتي الامور مستقره مفيش اي مشكله، وان شاء الله بكره الصبح هنغادر المستشفى ان شاء الله بألف سلامة بإذن الله. عبد الرحمن أنا بشكرك شكرا جزيلا طبعا. عبد الرحمن أحمد ناجي، نجل الكابتن أحمد ناجي، وطمنا على حالة الكابتن الكبير ومدرب حراس المرمى الكابتن أحمد ناجي.